بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج الاشبال. اكيد كلنا كاهلاويه عشنا يوم حزين بخساره النادي الاهلي للقب الافريقي، لكن ان شاء الله كلنا ثقه ان النادي الاهلي يعود رقم واحد، كلنا ثقه في جماهير النادي الاهلي انها تساند الفريق علشان يرجع اقوى من الاول. انا واحد بتشرف ان انا الحمد لله لعبت وسط جيل قدرنا نحقق انجازات للنادي الاهلي، لكن في نفس الوقت اكيد خسرنا مباريات وخسرنا بطولات. لكن لما كنا بنخسر بطولة وإحنا خارجين كانت الجماهير بتنادي علينا واحد واحد، كانت بتشجعنا علشان حاسة إن كل واحد بيبذل أقصى جهد عنده، كل واحد فينا بيلعب للثانية الأخيرة. وأنا مع مستر مانويل جوزيه وهو كان المدير الفني للنادي الأهلي وأنا كنت من ضمن الكباتن الفريق، كان محفظني شعار كنت دايما بقوله قبل المباريات في أوضة اللبس وإحنا كلنا واقفين مع الجهاز الفني مع اللعيبة بعد ما بنقرأ الفاتحة، كنت بقول: من المؤسف أن تحزن على الخسارة بعد المباراة، ولكن عار عليك ألا تقاتل. تاني: من المؤسف أن تحزن على الخسارة بعد المباراة، ولكن عار عليك ألا تقاتل. إن شاء الله كلنا ثقة إن النادي الأهلي يعود رقم واحد، كلنا ثقة إن النادي الأهلي يبقى أقوى من الأول، لأن ببساطة الأهلي يقدر.